طالب رئيس الجمهورية بصرف إعانة شهرية عاجلة لتكفل لنا حياة كريمة، حيث أننا لا يوجد لنا أي دخل منذ 18 ساعة شهر. ما فيش أي عمل، ما فيش أي شغل، ما فيش أي دخل. بالعكس إحنا بدأنا سلفنا وبيعنا عربياتنا وبيعنا حاجات من عفش بيتنا، كل ده إحنا عملنا. إحنا دلوقتي ناس بقالنا 18 شهر ما عندناش شغل، ما حدش باصص لنا، ما طلبناش من حد حاجة، ومستحملين ونقول إحنا سفراء لمصر، ما ينفعش إن إحنا نعمل حاجة تشين لينا. فكنا دايما بنتكلم بلسان الحضارة. طب دلوقتي أنا الراجل اللي بيتكلم الحضارة ده ما بقاش عنده أي شيء، ما بقتش أبكي على شيء اللي بقاش عندي. انا عندي كل مناسبه بتيجي بقى بالنسبه لي مصيبه. انا رمضان ده المفروض احنا بنحتفل بيه، انا اصبحت بفكر فيه، انا هصرف على العيال ازاي لما تيجي مدارس، لما يجي دخلة عيد انا ما بقاش عندي. انا كنت بستلف، بقيت عالة على اهلي بدل ما نعينهم. طالب ان احنا لازم يبقى لنا تامين صحي عشان احنا ما لناش اي تامينات خالص، وكمان احنا بيبقى بالنسبه لنا احنا بنعيش بان هي بتبقى اليوميه، ما بتبقاش شغل، ما بيبقاش سالري ثابت كل الشهر. فعشان كده وبعدين احنا عندنا في هاي سيزون وفي لو سيزون، فاحنا بنشتغل بس فتره الشتاء، فترة الصيف عندنا كذا شهر مش شغالين. فبالنسبة لنا احنا بنطالب كمان ان يبقى اليومية زي ما الوزارة اقرتها ب 300 جنيه. طبعا ما فيش اي شركة بتديك المبلغ ده اساسا، بس عشان احنا اصلا بنشتغل في الشهر مثلا حوالي 10-15 يوم، فطبعا بالنسبة لنا ده يعني ولا حاجة. وبعدين احنا مضطرين احنا نصرف اصلا على شغلنا اساسا. هم اصلا بيفتكروا ان المرشد ده طالع يتفسح مع الناس، احنا بالعكس مش طالعين نتفسح مع الناس، ده احنا مظهر يعني بنوري الناس صورة مصر اصلا. يعني عشان كده هم بيجوا تاني. يعني انا في ناس بتجيلي تاني بعد كذا سنه بيقولوا لي احنا نزلنا معاكي، وبيبعتوا لي ناس قرايبهم ومش عارفه ايه وكده. كل ده ليه؟ عشان خاطر المظهر المرشد السياحي، وبيديهم صوره لمصر انها جميله جدا. وفعلا في ناس بتبعت يعني بتقول للشركات فعلا مصر دي حضاريه جدا. وفي ناس فعلا كانت بتجيلي واخده فكره سيئه جدا عن مصر، ولما بيشوفوني وبيتعاملوا معايا ومع زملائي برده المرشدين زي في الاقصر واسوان وكده، بيقولوا لي لا ده حاجه ثانيه خالص، ده احنا كنا خايفين نيجي من مصر ونتعامل مع المصريين، ده انتوا طلعتوا حاجه ثانيه خالص. الاعلام بيشوه الصوره جدا. تمام. حضرتك ده اقتصار المتحدثين عن السياحه على المختصين فقط. يعني ما ينفعش ان اي حد يطلع من اي حزب سواء اسلامي او غير اسلامي او المنتمين لاي احزاب او المنتمين لاي مهن مختلفه يطلع يتحدث عن السياحه. السياحه ليها ناسها بالمعنى البسيط قوي. احنا موجودين، تعالوا اسمعوا عننا، ما تسمعش يعني اسمع مني ولا تسمع عني، تعالى اتكلم معانا، تعالى اشرح لي السياحه دي ايه، انا هفهمك، انا اقدر واحده ان انا افهمك السياحه دي يعني ايه، لان انا المرشده وانا اللي بتعامل مع الناس. زي ما قالين قالت من شويه ان الناس لما بيجوا الجست لما بيجوا مصر بيبقوا واخدين فكره سيئه جدا عن مصر وعن التيار الاسلامي ذات نفسه، واحنا اللي بنفهمه انه مش كل ملتحي ارهابي، وان اللي بيحصل ده دي كلها ارهاب امني، وبيدي احساس للناس ان احنا عايشين في ظل توتر امني. احنا اللي بنفهم الناس الصح، احنا المرشدين اللي بنفهم الجست الصح، فلازم تسمع عني انا، يعني تتكلم معايا انا وانا افهمك الصح من الغلط. بس عشان كده بنقول مطلبنا من ضمن مطالب اساسيه تتكلم مع المختصين بالسياحه. اقسم بالله، اقسم بالله انا كنت من يوم 25 لغايه ما المخلوع مشي واحنا موجودين في الثوره، عارفين من ساعه ما بداناها ان السياحه هتضر ومش هتشتغل، بس احنا فعلا كنا عايزين حريه بجد. انا كنت نزلت يوم 28 دوراج سايب بصيتي في بيتي وقايل لابني اتعود تقول رايك بحريه، وعارف ان السياحه هتضرب، وقلت ماشي. بس لما الدنيا تهدى شويه بصوا للبني ادمين، مفيش حد بيعبرنا، احنا بنروح بكل بنخبط على كل بيبان. يا جماعه احنا مش لاقيين ناكل، ما عندناش مرتب، انتوا نصين لنا ازاي؟ احنا عندنا ديون متلتله دلوقتي، طب انتوا حلوها لنا، قولوا لنا طريقه. طب البقى